سنة بعد سنة ارتفاع الأسعار صار مو محمول، والغلاء أكل العالم. خبز العالم ما عاد عنده تجيب. الخضار والفواكه صار صعب يدخلوا على كل بيت. اللحوم صارت من المنسيات. كان لازم حدا يتدخل، وطبعا الرئيس المنقذ هو يلي بيحل مثل هالمشاكل الكبيرة وبيسهل الأمور على المواطنين. وصدر المرسوم رقم 8 للعام 2021، قبل سنة من هلا تقريبا، وعقدت الندوات وحضروا كبار المسؤولين. بداية مشاهدينا أرحب بضيوفي بالاستوديو وهم من الوزارات المعنية بتطبيق هذا القانون. بداية معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الأستاذ جمال الشعيب، مرحبا. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك أستاذ جمال. والأستاذ معتز قطان معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة، أهلا وسهلا أستاذ معتز. مساء الخير. مساء النور. السيد الأستاذ تيسير الصمادي معاون وزير العدل، أهلا وسهلا فيك أستاذ. أهلا بكم. أهلا وسهلا. وسيادة اللواء فايز غازي محمد معاون وزير الداخلية، أهلا وسهلا. مساء الخير. أهلا وسهلا. والموضوع متابع من القصر، من رئيس شخصيا اجتمع ووجه بأهمية هذا القانون. كانت متابعة مباشرة من قبل مقام رئاسة الجمهورية عبر اجتماعه مع السيد رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين لوضع وتحديد دقيق للأدوار بهدف ضمان تطبيق القانون ووصوله إلى النتائج المرجوة منه. كلمة الرئيس ما بتصير اثنين. لا يمكن حدا بقى يخالف المرسوم، لا يمكن حدا بقى يبيع بسعر زايد، لا يمكن حدا بقى يبيع بدون فاتورة. الناس كانت تقول انه حتى لو في مراقب تمويني ممكن يمرقوا، ممكن انه مثلا ما يكون كتير جدي، ممكن يتعرض يعني في، تعرف انت في تشكيك بهذا الموضوع. لا يمكن يحصل هذا الموضوع حاليا. بين ليلة وضحاها انقلب الموضوع ونزلت الكاميرات على السوق وكانت النتائج مزهلة. الفاتورة هلا كنا ناخذ احيانا باسعار الزايدة، بس لما طلع المرسوم الجديد كنا ناخذ كل شيء ابدا تحت التسعيرة تبع المستهلك. هاي فاتورة غير اللي كانوا يعطوكم اياها قبل؟ اي لا، نفسها نظامية. اي كانوا يعطوا كشف حساب بالاول؟ نعم كانوا يعطوا كشف حساب. اي اول كان، اي هلا صار نظام. هلا غير، تغيرت الفاتورة ما؟ اي نظامية. هاي السيارة انت محمل فيها بضاعة مو؟ في فواتير رسمية؟ لك نظامي شرطي. هاي فاتورة من تسعير التموين أبدا. من إمتى بلشت تأخذ هاي الفاتورة؟ كلنا صرنا من وقت ما طلع القرار، يعني من وقت ما طلع القرار وكله نظامي فواتير. الأول شو كنت تأخذ؟ آه ما يعطوا فواتير. أيوة. وهلا هلا كله ما حدا عم يتجاوز، كله أبداً. يعني إذا بناخذ كيلو كله فواتير نظامي. الكل عم يعطي فواتير، الأسعار نزلت مثل ما بدها العالم وأكثر، وتسكر هالملف ونسينا الموضوع. وخطر لأحد المحطات الرسمية المحلية انه ترجع تشوف كيف احوال السوق. هلا انت ما عندك فاتورة، هلا هي انكتبت هاي الفاتورة وما في مشكلة، بس لقلك شغلة مشان ترتاح. انت مخالف، المحاسب ضاع، هلا انكتبت انا، وبعدين ما إلى تاريخ، وكمان بايع بسعر زايد عن النشرة التموينية. يعني كيف ما اندرنا، كيف ما هاي هو مخالف. في فاتورة وهمية ما فيها رقم ضريبي، فيها انكتبت انه عم تتزاكوا علينا كمان. يعني ما فيها تاريخ. اندمت صراحة لأنه قلت ما نكتب ضبوط، ولكن كونه بلشنا وهيك، لأنه ما شاء الله الكل مخالف. يعني إذا بدنا نكتب ضبوط نكتب بكل سوق الهال، لأنه ما حدا ملتزم ولا حدا عم يعترف لا على دفتر فواتير ولا كأنه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك معممة هذا الشيء. ويلي كان بخمسة صار بعشرة، وإذا كان في محل من خمسة بيعطي فاتورة اليوم ما ضل محلات تعطي فواتير. عوجة. والمثل عنا بيقول الخط الأعوج من التور الكبير، والمهم يضل الكبير على الكرسي، كل واحد يشتغل على كيفه، وتصير البلد كأنه ما فيها نظام ولا كأنه في قانون، وتظب كل المراسيم.